شو كنتي عم تعملي؟ اه شو كنتي عم تعملي مع ملهر برات البيت؟ اه لك ما عندك خجل يعني؟ انتي كنتي عم تحاولي تتقربي من رجال غريب عليكي؟ هو زوجي انا. كلياني انت فقدتي عقلك؟ ايه اصحي بتحكي شي مثل هذا الحكي مرة تانية عم تسمعي؟ وكمان اكيد مرة مثلك ما بحق لها تحكي هيك عن تصرفات غيرها، عيب عليكي يعني. عم تفهمي الحكي اللي قلت لك يا ولا شو؟ انت ما بتفهمي يعني كلياني؟ راتشيت كلياني معك هلا. شوفي انت بتعرفي ملهر شو عمل فيني؟ ملهر قبض علي بتهمة اني عم سوق وانا مو بوعي. قال مين مفكر حاله يعني؟ بس شو صار؟ ليكي انا طلعت مشانك. بس شو هذا اللي سمعته كلياني؟ قال كنتي مع ملهر بالبيت برا. ليش كلياني ليش؟ انا اللي بحبك بشكل كبير. مع هيك انت عم تعملي شغلات بكرهها. اليوم اجبرتيني اني اعمل شيء. شوفي موبايلك، بعتلك صورة شوفيها. شو صار لبيلو؟ ليش لونه أزرق هيك؟ شو صار لبيلو؟ اللي شو صار له؟ سمبدا؟ سمبدا شو صار لبيلو؟ اللي لي فورا شو صار له؟ مسؤوليتك تنتبهي عليه. شوفي ليش بيلو لونه هيك؟ شو صار له؟ سمبدا كان في بيناتنا اتفاق، متفقنا أني رح بعد عن ملهر على الأخير بشرط أنك تديري بالك على بيلو. هيك هلأ بتديري بالك عليه؟ كيف؟ لك كيف فيك تكسري وعدك بهالطريقة؟ ايه وشو مشانك كلياني؟ انتي كمان ما حافظتي ابدا على وعدك لإلي. انتي ضليتي تتقربي من ملهر صح؟ لك اي نوع من الامهات انتي؟ نسيتي انه بيلو بيكون ابنك كمان؟ لا بيلو، بيلو بحاجتي هلا. ما في فايدة انك تدوري عليه جوات البيت كلياني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.